بعد اعتكاف دام أياما طويلة لأساتذة أعداد الامتحان ابتداء من السادسة صباحا، تنطلق عملية تسليم وتوزيع أظرفة امتحانات البكالوريا على رؤساء مراكز الامتحانات بمواكبة ومتابعة من رجال الأمن تأمينا لهذه العملية الدقيقة تفاديا لتكرار سيناريوهات التسريب. متابعتنا كانت من المركز الجهوي للامتحانات بالرباط. كتبدأ عملية التسليم كل يوم كل نصف يوم الصباح، كنبداو من 5 الصباح كنسلموا للمدير كلهم ديال الرباط او رؤساء المراكز ديال الرباط، وعاوتاني كنسلموا المواضيع العشيه كنسلموهم ابتداء من الساعه 1 بعد الزوال. الهدف من هذه العمليه هذه هو الاحتفاظ ما امكن بالمواضيع في مركز الاعتكاف المركز الجهوي للامتحانات، وبالتالي يعني تامين مسار هذه المواضيع انطلاقا من هذا المركز للمؤسسه التعليميه. تتفاوت نسب تقييم يسر وصعوبة الأسئلة المطروحة في الامتحان من مترشح لآخر، وفي ظل إجراءات جديدة للحراسة والمراقبة كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من قبيل منع الهواتف النقالة ومختلف الوسائط الإلكترونية، وأيضا منع خروج التلميذ من قاعة الامتحان قبل مضي نصف ساعة من المدة الزمنية المخصصة للامتحان. Anna, je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est contre les conditions humaines. الظروف ديال الانسان ما يمكنهمش يتحملوا هذا الشيء، الجوع العطش والنعاس كلشي هذا الشيء ما يمكنش. مزيان وما كانش ضغط نهائيا، والاسئله ما كانوش صعاب بزاف، ممكن داكشي اللي قرينا العام كامل ودوزنا في اجواء زوينه. اليوم جايه في الصباح وما نعسنا كاع نعس ما شفناه، بحال الا كندوزو حتى حنا. وكنطلبهم الله يعطيهم النجاح يديروا داك الشيء اللي عارفين ما يديروا، لا تنقيل لا حتى شي حاجه، الله يسهل على جميع وليدات المسلمين. بالنسبة لبعض الشعب، امتحانات البكالوريا في شهر رمضان تنطلق في 8 صباحا وتتواصل إلى غاية 6 مساء، أمر يحتمل عدد كبير من التلاميذ أن يؤثر على مردوديتهم وتركيزهم مع الصيام. الامتحانات متواصلة إلى غاية 10 يونيو، وطيلة هذه المدة من الآباء والأمهات من لن يفارق باب المؤسسة التعليمية في انتظار ارتسامات إيجابية للأبناء تخفف عنهم تخوفاتهم. والتحدي المطروح هذه السنة هو ضمان مرور أجواء الامتحان في ظروف سلسة وإيجابية مع الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا. رجاء فضلي وكمال غنيم، ميديان تي في، الرباط.